رجعنا نتواصل معاكم ورجعنا مع الدكتورة نور للحديث عن حملة خاصة بوزارة الصحة التوعية بمرض الصدفية. دكتورة نور، بالبداية قبل نبلش كل شيء ودنا نعرف شنو الهدف من هذه الحملة. شوفي، احنا كمكتب اعلامي في وزارة الصحة الهدف مالنا ان احنا نزيد التوعية بين الناس. طبعا هو دائما اذا كانت المعلومة جاية من بطريقة غير مباشرة، لاحظوا ان الناس دائما يعني يسمعونها وياخذون بالنصيحة ويروحون يتابعون. فدائما احنا المكتب الاعلامي دورنا هي التوعية العامة للناس، فهذا يكون شيء وايد مهم. فاخترنا الكثير من المشاكل الصحية، منها السكر، اخترنا حملة التوعية عن سرطان عنق الرحم بعد. فعندنا الكثير من الإيفنتات والأمور هذه اللي احنا نزيد التثقيف فيها، التثقيف الصحي عند الناس. فاحنا اخترنا هنا مرض الصدفية. مرض الصدفية هو من الأمراض المزمنة الموجودة، فاحنا هدفنا ان احنا نوعي الناس عن هذا المرض. وبعد الشيء الإضافي عن كذي، ان هذا المرض احنا نبي، تعرفين في ناس عندهم معلومات خاطئه عنه. نعم. فاحنا نبي نغير النظره عن هذا المرض. هل هو مرض معدي؟ لا، هو مو مرض معدي. نعم. تدرين ان الناس تخاف تشوف بس طفح جلدي عند احد، يقول لا تجيسونه، ولا لا يشتغل عندي، عنده مشكله، لا هذا ممكن يعادينا. نعم. فاحنا نبي نعالج هذا الشيء ونصلح بعض الاخطاء الموجوده عند المجتمع. نعم. خاصه المعلومات الخاصه بالصحه والطب لازم تكون وايد دقيقه. فخلنا نوضح حق متابعينا شنو هو مرض الصدفيه تحديدا. اوكي، مرض الصدفيه هو مرض مزمن، يعني تقريبا مدى الحياه. هو بسبب اضطراب في جهاز المناعة. شو اللي يصير؟ الجهاز المناعي هني تقدري تقولين انه يرسل رسالة خاطئة حق الجلد، يقول حق الجلد ترى ابيك تكون لي خلايا جديدة بسرعة. نعم. فالجلد عادة يكون الخلايا الجديدة خلال اسابيع، لكن مع مرض الصدفية تجديد الخلايا يتم خلال ايام. فما يمدي انه هو، تعرفين الجلد لازم يطيح شوية، فهني ما يمدي الجلد انه يطيح الجلد الجديد المتكون. نعم. فعشان كذي يتكون باتشز، اللي هم مثل ما تقولين بقع على الجلد، يتعرف بمرض الصدفيه. نعم. دكتوره، اذا في ناس مثلا ما عالجوا بسرعه، يعني اهملوا شويه العلاج، شنو عواقب هالمرض اذا ما تعالج؟ هو مو كذي، هو المرض اكثر من كذي، يعني هو قلنا احنا جهاز مناعي يعني. نعم. اذا كانت بقعه صغيره ولا شيء وما تعالجت، ترى يعني ممكن انها تأذي من ناحية حكة، ممكن في ألم، ممكن انها تزيد اذا ما تم علاجها. لكن هني احنا نواجه مرض مناعي، معناته انه كل الجسم داش فيه. نعم. فضروري ان المريض اللي يعاني من مرض الصدفية انه يشخص المرض مبكر. نعم. لانه مثل ما قلتي في عواقب صحية للمرض وليس عدم العلاج. نعم. المرض ممكن يكون معاه عواقب صحية، ممكن يكون مصاحب لأمراض مناعية ثانية مثل الروماتيزم. الروماتيزم ممكن مصاحب لهذا المرض. مرضى الصدفية عندهم عرضة تقدرين تقولين أكبر من بين الناس لأمراض القلب. عندهم أمراض معينة من أنواع السرطان، لهم عرضة أكبر في هذه الأمراض. نعم. فعشان كذي مهم جدا أن احنا نعرف أنت عندك صدفية ولا ما عندك. نعم. هل في عوامل دكتورة تحفز أن الشخص هذا يعني ممكن أن يصاب بمرض الصدفية، سواء أمراض وراثية أو عوامل خارجية تحفز هذا المرض؟ نعم. أي فعلا أنت كلامك صح، هو في محفزات. المرض ما رح يطلع كذي بروحه، المرض موجود في الجينات. تقدرين تقولين الجين مثل ما تقولين خاش المرض، لكن في محفزات تخلي المرض هذا يطلع. فشنو اللي يطلع المرض؟ تدري شنو؟ الستريس، الإجهاد. أي واحد يمر بمشكلة أو كارثة في حياته، المرض هذا راح يطلع. على الرقم أنه هو تقدري تقولي أنه المرض عادي ممكن يصيب النساء والرجال سواسية، ممكن يصيب أي عمر، لكنه لا عمر محدد يزيد النسبة في مثل ما تقولين أنه يطلع أو يظهر على الجلد، من بين 20 سنة ل 30 سنة. لاحظي أن هذه الفترة بالذات هي الفترة اللي تكون دائما بداية الحياة، بداية الشغل، الجامعة، مرحلة مصيرية. مرحلة مصيرية. نعم. فمع الإجهاد اللي يصير مع خلال هذه الفترة تظهر الجينات هذه. نعم. وتفعل المرض. ففعلا كلامك أنت صح. نعم. لكن في عوامل ثانية تدخل فيه، والمرض
ما زال تحت الدراسة، الأمراض المناعية تحت الدراسة، في وايد عوامل تدش في تكوينها وظهورها على الجلد. نعم. يعني دكتورة الحين إذا الواحد يبي الوقاية من المرض زين يخفف الاسترس والضغط، شنو الأشياء الثانية ممكن إنه يعني يسويها الشخص عشان يتجنب إنه يجينا المرض هذا؟ هو ما في شيء يجنب لنا ظهور المرض، المرض إذا ظهر ظهر خلاص، ما تدرين شنو هو الشيء اللي ممكن يفعله، لأن قلنا أوكي جانب نفسي، لكن في أمور إحنا ما ندري عنها ليش تطلع. حتى الأطفال اللي عمرهم 6 سنين 7 سنين ممكن يصير معاهم صدفية. دكتورة قاعد نشوف على الشاشة في صورة، هذا مرض الصدفية يكون بهذا الشكل يظهر على الجلد؟ إيه ممكن يظهر بهذا الشكل، هو لا مناطق معينة أنه يظهر عليها، تكون عادة خلف، تكون على خلف منطقة الكوع. نعم. هني ممكن تكون خلف منطقة على منطقة الركب، أسفة. نعم. ممكن على الظهر. ظهور المرض هذا لا يعني الكثير من الأشكال، لكن المميز بلون معين، لونه لون السالمون تقريبا، شويه نفس لون شويه السالمون زين. انا يعني جبت نموذج اليوم عن اللون، فهو لون السالمون كلر انزين، وعليه لون فضي، لمعه فضيه، فهذه تميز مرض الصدفيه عن غيرها. لكن تدري مع الامراض الجلديه في وايد تداخلات، يعني يكون اللون محمر شوي اليوم، محمر انزين بس لونه على وردي شوي، مثل ما قلت لون السالمون هو هذا اللون اللي صدق يميزه اكثر شيء، وعليه مثل لون سيلفر، لمعه فضيه. فيعني لما احنا نقلب اليلد شوي تشوفون او قشرناه، احنا شو نسوي عشان شخصه نقشر اليلد شوي تطلع معك شو لونها فضي، فهذا شيء يميزه. زين دكتوره، في اسمع ناس بعض الاحيان ما ندري هالمعلومه صح او خطا، ان في انواع اكل لازم ما ناكلها عشان ما نزيده، نتجنب بعض الانواع، هل هالمعلومه صحيحه؟ هو دائما نقول ان الغذاء هو سر العلاج دائما، فاحنا ننصح مرضى الصدفيه او اي مرض مناعي انهم ياكلون اكل معين، يبتعدون عن اكلات معينه. طبعا زياده السكر في الاكل والملح، الدهون، هذه كلها الدهون اللي تكون، لان الدهون تزيد الالتهاب، لها خاصيه انها تزيد الالتهاب، عشان كذي نقول لهم خففوا من الدهون الضاره وزيدوا من الدهون النافعه. الدهون النافعه موجوده في السمك، موجوده في بذره الكتان، لكن في اكلات وايد زينه حق مرضى الصدفيه مثل الروب، يقول لك خاصه روب الماعز، اوكي يعني وايد زين مضاد للالتهاب. حلو. بعد يقدرون ياكلون لهم زهره، خضره الزهره هذه الكوليفلاور، اتس ون اوف ذا بيست. بعدين عندك البلوبيريز يحتوون على مضادات اكسده، لهم ميزه ايضا خاصيه مضاده للالتهاب، وعندهم مثل ما تقولين الالياف المذابه. الالياف المذابه هذه تتفاعل مع الخمائر الموجوده في الامعاء فتعطي نتيجه وايد زينه حق مرضى صدفيه باذن الله. لكن اهم شيء اهم شيء اهم شيء الريلاكسيشن، لازم لازم الاسترخاء ضروري عند اي احد يعاني من مرض مناعي، على اساس ان احنا نخفف الاعراض. نعم. يخف ترى المرض لما الواحد يسافر، لما يغير جو يروح مكان حلو، يعني يعتني في نفسه، الانسان اللي يعتني في نفسه دائما يكون مسترخي اكثر. صح. فعشان كذي انا انصح الناس انهم يتبعون هذه التعليمات. نعم، حلو الواحد يبتعد عن القلق والارق ويكون فعلا بس هو ريلاكس ماكو. دكتوره بالنسبه للسيدات، يعني الفتره الاخيره وايد الاحظ في سيدات يستخدمون السنفره المقشره وغيرها من حتى علاجات لتقشير الجلد، هل هذه الامور ممكن تضعف الجلد والجهاز المناعي؟ لا، هو بالعكس التقشير شيء زين اذا نعم. كان جلدك طبيعي، لكن مرضى الصدفيه لهم كريمات خاصه. نعم. في كريمات مقشره مثل ما قلت، بس خاصه لهم كريمات تزيد ان تقلل من التفاعل الجهاز المناعي. نعم. مع الجلد عن طريق الحبوب، ممكن في بعض المرات نضطر نعطيهم حبوب كورتيزون، نضطر نعطيهم ادويه بيولوجيه حتى ابر بيولوجيه. نعم. في ناس على فكره بالصدفيه تقريبا نقولي 10% منهم اوكي يروح عنهم المرض خلال سنين، لكن في ناس يحتاجون العلاج المزمن، يحتاجون نعم. ادويه، ومع بعض الادويه في تحسن تقريبا نقولي 90% او اكثر، فتقريبا الانسان ممكن يكون طبيعي مع هذه الادويه. نعم. لا ننسى ان في جانب نفسي، اذى نفسي كبير يصير مع المشاكل الجلديه. طبعا يعني خاصه اذا طلعت مثلا عند وحده طلعت لها صوب منطقه الرقبه، صوب الشعر، صعب انها ترفع شعرها في المناسبات،
تدرين بعدين هني الناس ممكن تكون غير متفهمة للمرض. نعم. فالناس تنحرج، تلبس ملابس معينة، ما تبتعد عن أنها تكون اجتماعية، فلا ننسى هني يكون في أثر نفسي. نعم. مع المرض مال الصدفية. عشان كذي إحنا المرض هذا يحتاج علاج متكامل، علاج متكامل، علاج نفسي، ممكن علاج بالاسترخاء، علاج عن طريق الأكل، ولا ننسى العلاج اللي يعطيه الدكتور الجلدية. نعم. أكيد طبعاً، يعطيك العافية دكتورة. صراحة استمتعنا بالمعلومات فاطمة، وأكيد راح نتجنب الاسترس وكل الشكر ضيفتنا. نعم. الدكتورة نور النيباري، استشاري طب عائلة في المكتب الإعلامي وزارة الصحة. والحين نبي نتكلم عن موضوع جداً مهم مع الأستاذة خلود الحرمي. عندنا فقرة مع الأستاذة خلود المدربة المعتمدة في تطوير الذات، تابعوا معانا هالفقرة.